السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة بتاعت النهاردة هنتكلم عن تقارير الأستاذ العام. ولو فتحنا التبويب بتاع تقارير الأستاذ العام هنلاقي جواه كل دي شاشات عبارة عن تقارير لأنشطة على العمليات وحسابات وكل ما يخص الأستاذ العام. هنبدأ بتقرير الدليل المحسبي، هناخد أمثلة نفهم منها إزاي نستعرض هذه التقارير. هناخد أول مثال شاشة تقارير الأستاذ العام، شاشة تقارير الدليل المحسبي آسف. من الشاشة هنا أول ما بنخش بنلاقي فوق هنا ظهور الترويسة، يعني الهيدر بتاع التقرير يظهر ولا ما يظهرش أثناء التقرير. وجهة الطباعة، الشاشة، يعني هنا هنشوف الأول قبل الطباعة ولا الطبعة على طول، عدد النسخ المطبوعة، لغة الاستعراض اللي بيعمل بيها البرنامج. طبعا هختار لغة هنا عربي افتراضيا بناء على الاختيار الأولي للبرنامج، ونموذج الطباعة بنختار نموذج من النماذج الطباعة ديت. عنوان التقرير، أنا ممكن أحط عنوان هنا للتقرير، فممكن أقول مثلا شجرة الحسابات، تسجيل التقرير آخر حاجة بتيجي في التقرير تحت، مع التوفيق. هنا رقم المستخدم اللي هيستعرض هذا التقرير، أنواع الحسابات، ممكن اختار ان انا كلي، يعني كل الحسابات هستعرضها. ممكن اختار الحسابات بالرتب على حسب رتبة الحساب، ممكن اختار الحسابات الرئيسية بس استعرضها، ممكن اختار الحسابات الفرعية بس استعرضها زي ما انا عايز استعرض. لما اخترت هنا الرتبة طبعا ظهر لي قدامي هنا الرتبة اللي انت عايز تستعرضها، رتبة رقم كام. هنا كلي هيستعرض لكل الحسابات. نوع التقرير، مركز مالي ولا قائمة دخل ولا كلي، يعني هتستعرض الحسابات اللي تخص المركز المالي من الدليل المحاسبي ولا قائمة الدخل من الدليل المحاسبي، ولا هتستعرض كل الحسابات. هتستعرض الحسابات اللي بتتعامل بالجنيه ولا بالدولار، ولا يعني بالعملة المحلية ولا بالعملة الأجنبية ولا كل العملات. هنا مجموعات الحسابات، لو احنا حاطين مجموعات الحسابات نقدر نستعرض على حسب مجموعة الحسابات، وطبعا على حسب التصنيف كمان. ممكن كمان استعرض حسابات معينة بعينها، اقول من الحساب كذا، بقف من في خانة من رقم الحساب وبدوس F9 بيستعرض لي كل الحسابات. ببدأ اقول له استعرض لي من الحساب رقم كذا إلى الحساب رقم كذا. في الخانة المقابلة بيكتب لي اسم الحساب دوت، استعرض لي هذه الحسابات من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا. حسب المركز ممكن استعرض الحسابات المربوطة بمراكز معينة، حالة الحساب، هل هو فعال، يعني هستعرض الحسابات الفعالة ولا الموقوفة داخليا ولا الموقوفة كليا ولا كل الحسابات هستعرضها. استعرض الحساب حسب نوع التدفق بتاعها، استعرض الحسابات التشغيلية او الاستثمارية للتدفق بتاعها تشغيلي او للتدفق بتاعها استثماري او للتدفق بتاعها تمويلي. نوع الحساب التحليلي، ممكن استعرض حسابات على حسب نوع الحساب التحليلي بتاعها. وبعد كده هنا ترتيب الحسابات اللي هتظهر لي حسب الرقم ولا حسب الاسم زي ما انا عايز. خلينا الاول نستعرض الحسابات من حساب الى حساب الى، بنضغط بعد كده على الطباعة هنا. وننتظر تحميل التقرير. دلوقتي السيستم بيكون لي تقرير عن اللي طلبته، الحسابات اللي انا طلبتها. ادي الحسابات اللي انا طلبتها من الدليل المحاسبي. التقرير بيتضمن رقم الحساب والعملة اللي بتعمل بيها هذا الحساب، اسم الحساب، المستوى والنوع، وعن الحساب الرئيسي بتاعه ايه،
والتضمين ان هو نوع التقرير كمان مركز مالي، ممكن استورد اصدر اسف هذا التقرير الى شيت اكسل بالضغط على علامة الاكسل ديت، وفي حالة ان انا عايز اطبعه ورقيا بدوس على علامة الطبعة هنا، ولو انا عايز ابعته في ايميل التقرير ده بضغط على علامة الايميل هنا، ولازم يكون السيستم مربوط طبعا بالانترنت علشان نقدر نستخدم الاوبشن ده. هنيجي هنا نشيل من حساب الى حساب الى، ونستعرض مرة تانية التقارير. احنا كده هنستعرض كل الحسابات. كتب لي فوق هنا زي ما احنا شايفين كده شجرة الحسابات، وجاب لي كل الحسابات الموجودة في الدليل المحاسبي. دي الصفحة الأولى من 6 صفحات. هنا أبدأ أتنقل بين الصفحات، الصفحة رقم 2 3. لو عايز أجيب آخر صفحة على طول هضغط على لاست بيج من السهم دوت، وطبعا هنا جاب لي مع التوفيق اللي أنا كتبتها في تسجيل أو في آخر التقرير من بره. وبكده احنا بنقدر نستعرض تقارير الحسابات. الهيدر اللي فوق دوت في حالة ان انا عايزه يظهر هظهره، في حالة ان انا مش عايزه يظهر مش هظهره بالطريقة ديت. هنا يظهر ظهور الترويسة، هنا لا يظهر، وهنضغط مرة تانية. يبقى هنا هو شال لي الهيدر، كل البيانات اللي كانت فوق، اسم الشركة والفرع وما الى ذلك، ساب لي بس كلمة شجرة الحسابات اللي انا حاططها في الهيدر. بكده احنا استعرضنا شجرة اسف استعرضنا الدليل المحاسبي بطريقة ديت. لو انا عايز كنت ادخلت بيانات زي مثلا شجرة الحسابات وما الى ذلك، كنت ادخلت هنا مثلا ارقام حسابات، كنت بستعرض من هنا، يعني ادخلت بيانات على اساسها هستعرض التقارير، وعايز ارجع كل حاجة ديفولت زي ما كانت للاختيارات الافتراضية الاولى، هضغط على هنا مسح الخيارات السابقة، هيرجع لي الشاشة فاضية خالص، أقدر أختار من أول وجديد الخيارات اللي أنا عايز بالطريقة اللي أنا عايز أعرض بيها التقرير بتاعي. وهنخرج من شاشة التقارير الدليل المحاسبي، نفس الفكرة نستعرض بيها شاشة أو تقارير مراكز التكلفة. من هنا الترويسة تظهر أو لا تظهر، واجهة الطباعة، عدد النسخ وما إلى ذلك، عنوان التقرير ممكن أكتب عنوانه ممكن لأ، تسجيل التقرير برضو ممكن أكتب فيه تسجيل التقرير وممكن لأ، رقم المستخدم هو أوتوماتيك هيختاره لي على حسب المستخدم اللي أنا داخل بيه، مجموعة مراكز التكلفة، لو حاطط مجموعة مراكز التكلفة أقدر أستعرض أنواع المجموعات دي. هنا هختار عايز استعرض مراكز التكلفة الفرعية فقط، وهقول استعراض او طباعة، استعرض لي هنا مراكز التكلفة الفرعية فقط. لو خرجت وقلت له استعرض لي هنا مراكز التكلفة الكلي كلها مع بعضها، فاستعرض لي كل مراكز التكلفة الموجودة على هذا النظام. نفس الفكرة دليل المشروعات وما إلى ذلك. مثلا هنستعرض تقارير الصناديق والبنوك. هنا أنا بستعرض الصناديق الخزن والبنوك اللي أنا كريتها على البرنامج. أنا هنا اخترت إن أنا استعرض الخزن، فعرض لي الخزنتين الموجودين على السيستم. طيب هنا نوع التقرير انا عايزه بنوك، فعرض لي البنوك الموجودة على السيستم. في حالة ان انا بستعرض البنوك مثلا او الخزن ايا كان، في العملة اقدر اختار عملة معينة استعرض بيها، وكمان في الصناديق اقدر اختار نوع الخزنة، هل هي خزنة قبض أو خزنة صرف، خزنة قبض وصرف وما إلى ذلك، وممكن أستعرضهم بالحسابات، وممكن أستعرضهم برقم الصندوق نفسه أو برقم الخزنة نفسها. وهنا بيستعرض لي الخزن والصناديق نفسها، في عندي كام خزنة وفي عندي كام صندوق، مش حسابات الخزن وحسابات الصناديق، بيستعرض لي الحساب نف الخزنة نفسها التحليلية اللي هو يعتبر الحساب التحليلي لحسابات الخزن والبنوك الموجودة في الدليل المحاسبي. بعد كده مثلا هنشوف تقارير الأرصدة الافتتاحية،
في تقرير الأرصدة الافتتاحية عندي خيارين، عندي آسف تبويبين، تبويب الحسابات وتبويب خيارات التقارير. هنا الحسابات أنا بقول له أنا عايز أستعرض برتبة الحساب، مثلا عايز أختار بأنواع الحسابات، هستعرض بأنواع الحسابات كلية، عايز من حساب كذا لحساب كذا، من مركز كذا إلى مركز كذا، مركز تكلفة يعني من مشروع لمشروع، وإلى ذلك من كافة أنواع الاختيارات في هذا التقرير. كمان ممكن أستعرض الحسابات المفضلة، أو أستعرض حسابات المخزون أو العملة المحلية وهي الأرصدة الصفرية، وهنستعرض دلوقتي التقرير بتاعنا. دي الحسابات اللي دخلها أرصدة افتتاحية. ممكن أستعرض الحسابات بشكل فتري أو شهري على حسب الفترات اللي أنا عايزها، يعني من فترة كذا إلى فترة كذا، وبشكل شهري هنا أختار الشهر اللي أنا هستعرض عليه أو فيه قيمة الحسابات ديت أو أرصدة هذه، آسف، الأرصدة الافتتاحية لحسابات معينة أنا بحددها هنا أو لكل الحسابات زي ما أنا اخترت. بعد كده هنخرج هنخش في تقرير طلبات قيود اليومية. مثلا هنا في تقرير طلبات قيود اليومية في تبويبين، برضو في تبويب خيارات التقرير وفي الخيارات المتقدمة. في تبويب خيارات التقرير ممكن أحط عنوان للتقرير وتسجيل التقرير. بختار إن أنا أستعرض طلبات قيود اليومية من طلب رقم كذا إلى طلب رقم كذا. وكمان ممكن أقول من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، من نوع المستند، عام أو طلب قيد يومية أو طلب قيد رواتب، آسف، أو كلي، هعرض لي كل الطلبات الموجودة عندي. ممكن أستعرض برقم المرجع، برقم الحساب، برقم المركز التكلفة، برقم المشروع، برقم النشاط، حتى بالوصف كمان ممكن أستعرض بالمستلم وبالمستفيد، من العميل كذا إلى العميل كذا، من المورد كذا إلى المورد. كل هذه المدخلات على حسب رغبتي في إظهار التقرير بالشكل اللي أنا عايزه. هنا هيظهر لي نوع التقرير بالتحليلي بتاعه، هنا بإجمالي السندات كلها على بعضها قيمتها قد كده، هنا بإجمالي حسب الحسابات. في الخيارات المتقدمة بيعرض لي القيود الدورية، عايز استعرض كلي، يعني القيود الدورية والقيود غير الدورية، عايز استعرض قيود دورية بس أو قيود غير دورية بس. هنا المعلق والغير معلق، القيد العكسي وقيود غير عكسية، قيود فروق العملة وبدون فروق عملة، على حسب ما أنا عايز أستخدم. وهنا ممكن أستعرض التقرير على حسب المستخدم اللي أدخل العملية، فأنا هستعرض طلبات قيود اليومية الخاصة بمدير النظام أو اللي أدخلها مدير النظام أو اللي أدخلها الموظف عمرو أو الموظف حسن أو ما إلى ذلك، على حسب المستخدم اللي أنا عايز أشتغل عليه. ممكن أستعرضها على حسب حالة الاعتماد. كل دي متغيرات واختيارات قائمة على وجهة نظري أنا كمستعرض للتقارير، عايز أشوف إيه بالظبط وأستعرضه. هنستعرض هنا طلبات قيود اليومية. كان عندنا طلبين لقيود اليومية، طلب خاص بشاحنات النقل، شراء شاحنة جديدة وخزينة الإدارة، هو كان طلب قيد يومية واحد خاص بشراء شاحنة نقل، وده تفصيل أو تحليلي لطلب قيد اليومية كان معمول إزاي. أما لو غيرنا نوع العرض من تحليلي لإجمالي، هنا من خيارات التقارير من تحليلي لإجمالي سندات، قلنا له استعراض أو طباعة، أظهر لي هنا إن في قيد يومية، في طلب قيد يومية، يعني في 28/8/2019 تاريخه ورقم الطلب وخلاص. بدوس على علامة المربع الرصاصي ديت هنا، واحدة كليك شمال عشان يفتح لي التفاصيل بتاعة هذا المستند أو تحليلي هذا المستند بالطريقة ديت. هنخرج
كذلك تقارير طلبات سند القبض، وتقارير طلبات سند الصرف، تقارير الشيكات وما إلى ذلك، وليكن مثلا نستعرض تقارير الشيكات. هنا أنا محتاج أدخل رقم البنك إجباري علشان أقدر أستعرض تقارير عن بنك معين. هنا قال لي في بنك قطر الوطني ومتاح من الشيك رقم 2، الشيك رقم 1 هنا كده شيك مستخدم، هو بيعرض لي كل الشيكات الجديدة. الحالة هنا أنا عايز المستخدم، هنا عرض لي الشيك المستخدم. بعد كده هنستعرض تقارير زي مثلا تقرير كشف الحساب هنا، من التقرير ده أقدر أستعرض أي كشف حساب لأي حساب موجود عندي، كشف حساب لأي حساب موجود في الحسابات عندي. موجود فيه هنا 3 تبويبات في هذا النوع من التقارير. أول حاجة الحسابات، واللي بحدد فيها الحسابات اللي هستعرضها وبأي طريقة هستعرضها، من حساب إلى حساب إلى، هستعرضهم على حسب مجموعات الحسابات، هستعرضهم على حسب التصنيف، برتبة الحساب، بأنواع الحسابات فرعية ورئيسية وما إلى ذلك. نوع كشف الحساب هنا ده هيكون لحسابات ولا المراكز ولا الخزن ولا البنوك، الصناديق ولا البنوك ولا العملاء ولا لموردين وما إلى ذلك من الاختيارات 17 الموجودين في نوع الكشف هنا، نوع كشف الحساب دوت. مراجعة الوثائق النظام، أنا عايز أستعرض اللي لم يراجع، عايز أستعرض المطابق، عايز أستعرض غير المطابق، عايز أستعرضهم كلهم بشكل كلي على حسب مؤشر الترحيل، أرصدة قبل الترحيل، أرصدة بعد المراجعة أو كلي. طبعا المطابقة، حالة المطابقة يبقى مطابق وغير مطابق ولم يراجع وكلي. كل دي أوبشنز بستخدمها من التبويب الأول اللي هو الحسابات. بعد كده في تبويب تاني اسمه خيارات الحسابات، بحط فيه بيانات تفصيلية أكتر بستعرض بيها برضو أو من خلالها، بإن أنا هستعرض مثلا برقم المرجع، هستعرض بتاريخ الاستحقاق، هستعرض بتواريخ المطابقة، بتواريخ المراجعة، كل هذه بتواريخ الترحيل، كل هذه الاختيارات والمتغيرات على حسب رؤيتي طبعا كمستعرض للتقارير. بعد كده خيارات التقرير على حسب بيانات الفروع، متقسمة 4 تقسيمات زي ما احنا شايفين: بيانات الفروع، وخيارات المراكز، وخيارات المشاريع، وخيارات الأنشطة. يبقى أنا كده عندي 4 أنواع من الخيارات أقدر أشتغل بيها، كل نوع يخص الأول بيانات الفروع، الثاني خيارات المراكز يعني يخص مركز التكلفة، الثالث يخص بيانات المشاريع، الثالث يخص بيانات الأنشطة. وأقدر برضو من خلال إدخال بيانات معينة في هذه التغيرات، في هذه الاختيارات والعقول، أقدر أستعرض من خلالها. فخلينا نستعرض مثلا كشف، هندوس هنا في من حساب F9، وهنقول هنا مورد، هنستعرض حساب الموردين المحلي إلى حساب الموردين المحلي، وهقول له هنا استعراض. هنا بشكل تحليلي هو موجود في رصيد هذا الحساب 20,000 جنيه عن عملية كانت يوم 27/8. العملية ديت كانت بقيد يومية عبارة عن قيمة خصم ضرائب أرباح تجارية وصناعية على هؤلاء الموردين. ممكن أستعرض بشكل إجمالي فاستعرض لي هنا إن الموردين المحلي القيمة بتاعتهم الرصيد بتاعهم 20,000 جنيه في المدين عن سجل واحد بس سجلت به هذه العملية. يعني هنا كتب لي عدد السجلات للعمليات للإجمالي دوت 1 سجل. لو عايز استعرض عملية معينة من العمليات اللي أجريت بها، اللي أجريت على هذا الحساب، هدوس على العلامة اللي هي النقطة الرصاصية ديت عشان يفتح لي تفاصيل هذه العملية كانت إيه.
في شاشة تانية أو في نافذة تانية فتحها لي آدي العملية بالشكل دوت. أقدر أصدر العملية ديت إلى شيت إكسل من خلال الضغط على علامة الإكسل هنا، وبنفس الطريقة أقدر أصدر التقرير كله لشيت إكسل من خلال الضغط على علامة الإكسل هنا الطريقة دي. وبهذا الشكل حول لي التقرير من تقرير على النظام إلى تقرير موجود في شيت إكسل الطريقة ديت. كمان ممكن استعرض تقارير حركات الصناديق وحركات البنوك، وليكن انا استعرض مثلا حركات الصناديق، استعراض كلي. هنا قال لي ان التقرير الاول او اسف تقرير عن الصندوق رقم 1 خزنة الادارة بالجنيه، الرصيد بتاعها دلوقتي مدين ب 99,845,400 جنيه. في تاني تقرير تاني هنا عن الخزينة رقم 2 ممكن نستعرضه من الزرار دوت نيكست بيج، هنروح للصفحة التانية، ولو في أكتر من صفحة هنقدر نتنقل بين الصفحات من خلال هذه الأسهم. السهمين دول بينقلوا لي previous page و next page، بينقلوا لي بين الصفحات بالترتيب. last page وال first page بينقلوني بين أول صفحة خالص في التقرير وآخر صفحة في التقرير بشكل مباشر. عايز استعرض مثلا المعاملة الأولانية ديت، بدوس على العلامة بتاعت النقطة الرصاصي بستعرض هذه المعاملة بالشكل ده. إن هنا كانت خزينة $1,000 في خزينة الإدارة بالجنيه، كان تمويل لخزينة الإدارة بالجنيه. زي ما شفنا إن أقدر أستعرض التقارير بأكتر من طريقة أو بأكتر من وجهة نظر، المتغيرات كتير وفي مرونة قوية جدا في التعامل مع التقارير في طريقة استعراضها علشان نوصل لأفضل طريقة نستعرض بها التقارير بتاعتنا، ومن خلالها نقدر نتخذ قرار سليم. أتمنى المحاضرة تكون كانت محاضرة سهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.